لا كومبيتيسيون كان عندي بروبليم من حتى الجزيل على هذه الالتفاته اللي اليوم راني في ولايتي بين اهلي. ولم يعطيكم الصحه على كل الشجاعات اللي وقفتوا معنا، وميرسي بكم اللي قدرنا نرفعوا العلم الجزائري. مجهودات جباره باش لحقنا لهذا المستوى هذا، ولو اننا راهي 7 مرات بطله العالم، راهي 3 مرات بطله اولمبيه، الا انه المستوى راه يطلع في العالم، وحتى حنايا قاسينا وعانينا شويه، لكن الحمد لله. لقد شرفت الجزائر نظير ما حققتيه من تتويج ورفع الرايه الوطنيه في سماء طوكيو. اننا نعتز ونفتخر بك وبهذا الانجاز البطولي والمتواصل في مشوارك الرياضي. اتمنى لك مزيدا من التالق والنجاح. دمت فخرا لنا وللجزائر.